أشرف السيد الأمين العام لولاية سيدي بلعباس مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية والعسكرية للولاية وممثلو عن المجتمع المدني والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق وأعمال قطاع التربية وعائلات الضحايا إحياء لذكرى 24 لاستشهاد 11 معلمة ومعلم بمنطقة عين أدان لولاية سيدي بلعباس، حيث قاموا بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روح شهداء الذين رفعوا راية العلم. التغطية لحسين هاشمي وبالحاج فرحات. بسكينه ويتسلط على العلم والعلماء وين يذبحنا مثل الدجل الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سعيد بوجودي في هذه الذكرى المؤلمة 23 لاستشهاد المعلمات في ودرست معهم في موسم 96-97 أي سنة قبل هذا الحادث. تعرفت عليهم خاصة صديقي وزميلي السيد صابر محمد الحبيب الله يرحمه. صابر الحبيب الله يرحمه. الحق كانوا ناس خصال طيبة، ناس متعاونين، امتدت لهم أيادي في ذلك اليوم المشؤوم يوم 27 سبتمبر. كان يوم حزين جدا، ويعني بعد شهر من هذه الواقعة كلفني سيد مدير التربية بإعادة فتح المدرسة بسين عبد القادر رفقة فريق تربوي جديد، والحمد لله بعد 3 سنوات حتى يستتب الأمن هنا في المنطقة. الله يرحمهم والله يرحم جميع. أبدا الشيء اللي صرا فيهم وصرا فينا ما نقدروش، هذا الشيء واجبنا حنا كمنظمة. كل عام ما نساوهمش، نجو نديرو الذكرى ديالهم اللي حنايا حبينا بالمستقبل، الجيل اللي راه جاي عمره ما ينساو هذه المعلمات، ان شاء الله تبقى في التاريخ، وحنا اللي نعطوا دروس لواحد الاخرين باش نوروا لهم باللي كان الارهاب، كان الارهاب وقتل وذبح عمرنا ما ننساو. حنا حبينا من الدوله نطلبوا من الدوله والرئيس تبون اليوم يوري ويعطونا نهار للشهداء اللي ماتوا، يوم وطني. حنا هذا واش انا نطلبوا، الناس هذو ضحاوا انفسهم من اجل الجزائر فقط، دونك اليوم حنا نطلبوا يوم وطني لهاد الشهداء باش ما ينساوهمش، باش الجيل نعطوا دروس للجيل الجاي باش يعرفوا بلي كاين ارهاب، كان وذبح وقتل. هذا واش نطلب.